الميدان انتظار ماس يقدم هكذا الى شويه هكذا الرساله تاتي في ظل الدعم والسرد من طرف جماهير كره القدم النسويه سواء على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الجماهير السويسريه التي تنتظر منتخب المانيا ما تقود المنتخب السويسري في مواجهه خاصه اليوم امام رينالد بيدروس المدرب الذي خطف الهدوء في السنوات الاخيره رفقه نادي ليون الفرنسي وكاد بؤات الاطلس لفاينل بطوله امم افريقيا. تاكناوت صفيه المفتيني فاطمه الغربي انسيا الحميري وكذلك كنز شابيل وساره كاسي. هذا هو التشكيل الاساسي والاحتياطي للمنتخب الوطني المغربي في مباراه تقودها الحكم مقارنه مع تشكيل مباراه ايطاليا. حضور خديجه رميشي رضوان ياسين مرابط وصلاح الصغير وبذلك تجربه ستكون مهمه جدا ومفيده للمنتخب الوطني المغربي. انطلاقا من خط الوسط استخلاص الكره يلا البحت عن الاشمال مرتده سريعه رضوان زينب البحت عن العرضيه تمرر اماميه تغطيه من جانب المدافعه جوليا ستيرلي كلاعب ارتكاز بحضور سكينة ديكي وزرا وايمان سعود في من الثنائي الهجومي يزور وسيله ايان وسلمى اماني ان تستعد العناصر الوطنيه في اجواء استثنائيه في اجواء حماسيه في اجواء وفرت لها كل الظروف اللوجستيكيه والمعنويه كي تكون هذه العناصر جاهزه لكاس العالم. وربما اقول لكم وتحمل فيها كامل المسؤوليه شبيهه بالدور كاس العالم والبحث عن لقاءات وديه هناك صعوبات كبيره بالنسبه لمنتخبات ومنتخبي جنوب افريقيا ونيجيريا الاولمبياد نسخه باريس 2024 وقبلها تفعل التمريرات والمراوغات الجميله من جانب متوسط ميدان المنتخب الوطني المغربي سكينة ديكي الوزراء المغربي. يوم امس كنا سعداء جدا ونحن نتابع تاهل وعاده الوار دفاع المنتخب الوطني صباح الصغير بالاداء الكبير كالعاده صباح الصغير بالاداء الكبير كالعاده من جانب لاعب 132 مباراه دوليه بين اللقاءات الدوليه مع على المستوى المحلي رفقه باريس سان جيرمان يلعب بالرسم التكتيكي 3-5-2 الكره تلعب على القيم الثاني متابعه لكن طالت عن وتبلغ طاقه الاستيعاب 14987 متفرش ومتفرش خيدر تلعب من طرف حنان ايت الحاج انطلاقا من سيد براتواري التربع على مستوى النهائيات الانعام بالاولمبيه سيدني 2000 حينما احتلت المانيا المركز الثالث على مستوى الباماني السمات الاير والانطلاق على رومونا او الرامونا رامونا لكن عوده من جانب زين براتواري إليقة رامونا زينب الردواني زينب المساحة تظهر يلا يا زينب زينب العرضية نوعا ما تسرع لأنه ربما كان بإمكانها تختار يكون هناك شجاعة المراوغة والتقدم بالفعل من العرضية أبرز المنتخبات هنا كرة تمرير حداري حداري والإبعاد من جانب عناصر المنتخب الوطنية برافو مرابط إبعاد immer wieder ein ähnliches Muster festzustellen. Eine der beiden Innenverteidigerinnen mit dem weiten Ball auf die aufgerückte Außenverteidigerin Redouani, aber die Schweizerin... ...vielen Zweikämpfen drin. Gerade auch deshalb kommt sie hier mit der 23, Rosella Jan, nicht wirklich in Szene. Jetzt mal! ...gemacht von Reuterler. Nächster Freistoß für Marokko. Naka schaut ihn raus und dreht diesen. 33. Minute. من نادين ورزين من الظهير الايسر للمنتخب السويسري لكن يتم قطع من طرف من طرف السكينه ديكي لزينه براتواري تختار العرضيه كره مغربيه الكره لكن رغم ذلك الضغط من جانب انا لكن متابعه من خديجه 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 شت كره خديجه رمشي تبعث عن ركله الركنيه عبر القيم الاول بالراس يبعث حداري
مرت امام سومباسو 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 اردت ان تستثمر الكره. حديث عن ايسوزا لاعبه نادي اف سي باري التي لعبت روزيلا ايان روزيلا التقدم والخطر. الحكمة تترك الامتياز لكن تعود لمكان الخطا. برافو للحكمة كارولين. اعين تراقب وهنا التنفيذ عبر القيم الثاني. بعيد الكره اين اختارت الفاصل المهاري. راوغت سكينة ديكر وزراوي تريد ان تعتمد على امكانياتها وقدراتها الفنيه. لم تستثمر نعمل ان تستثمر الثاني هنا مقوسه راسيه راسيه ياسمين برابط جانبا عن مرمى باستثمار التسهيل لفائده سكينة ديكر وزراوي العرضي عبر القيم الثاني. تذكير شوط متكافئ بين المنتخبين تغيب فرص التهديف على مشارف السن تقريبا ستكمل 17 سنة في الأشهر القليلة المقبلة. وكرة واحدة يقال هكذا حال كرة القدم ورب دار نافعة كما يقال في بعض الأحيان. يكون هناك إصابات كل أشياء اللي تكون مؤثرة. من هي اللائحة النهائية للناخب الوطني للاندي بيدروس؟ السير هناك لنادين رزين. نادين رزين عبر الطرف الأيسر تقدم كومباسيو. كومباسو هي من سددت على كرة لعبة سيرفيتا. بدأت تظهر الخطورة بتحركات رامونا باش من لعبة باريس سان جيرمان. كانت وراء عملية تمرير الكرة للمقاس مريرة على المقاس من سكينة ديكر وزراوي لكن كرة بعيدة عن روزيلا أيان بعد متابعة جايل تارمان. تمشي كرة لعرس المنتخب الوطني غسل الشباك. محاولة لبعاد فتش من هناك حيث المتابعة واضح المعالم دارت امام ايطاليا. تم غلق كل المنافذ امام المنتخب الايطالي. مباراه بايسيوزا لعبه اف سي باغي تغييرين دفعه واحده. جميري رومانو رامونا بشمن لبعاد من جانب دفاع المنتخب الوطني. هشمه مرتدس مواهب المغربيه من مختلف ارجاء الوطن كان مهم جدا بالنسبة لين مرابطة. كأس العالم بالهند نسخة 2022. والشهية لازالت مفتوحة، الشهية لازالت مفتوحة والإنجازات إن شاء الله قادمة. المرمى بعد البداية رفقة فريق أتلس 0-5 رفقي بن صلاح. تحولت السويسرية. تعود للمرمى المغربية. لفادة حارسة المنتخب الوطني المغربي خديجة رمش. نقل لاعبات السويسريات يتقدمون الكرة عبر اللاجئة اليمنى خطيرة لكن الابعاد جانب السويسريات. فاتجة من؟ فاتجة الحارسة خديجة رمشي متابعة من خديجة رمشي. سيدان美国下届总统中国什么时候 能到月球上去，人类怎么办到？